والوشتوش تنقدمنا تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل الأحوال. مرحبا بكم في مباراة اليوم، إما أن نكون أو لا نكون، العدو أمامكم والبحر وراءكم. هذه الطريقة باش غادي نمشيو لهذا الماتش هذا باش نلعبوه، ماتش حاسم 100% باش أننا ندوزو للدور الربع النهائي واللي كيتمنى أي مغربي منا بطبيعة الحال. نتمنوا غير الخير ان شاء الله. كي جاكم اللوك ديالي باش راني غادي اليوم غادي نبلبلوا هاد ديال بصح، جيت لهاد البلاصه باش نهضر معكم حيت الصداع فين ما مشيتي المغاربه ما كاين غير تشجيعهم بالبلينه. دوماج كاين مشكل ديال لي تيكيت وحتى التيران صغير بزاف اللي عطاونا ديال 40000 متفرج اللي كيهز الملعب اللي عطاونا ديال بيشن سيتي، على الاسف ملعب اللي هو صغير مقارنه مع القاعده الجماهيريه ديال المغاربه اللي كاينين هنايا في قطر. الفيديو ديالنا كيبدا من هنا من الدوحه، نتمنى ان شاء الله انني نقل لكم كاع الاجواء كيفاش غادي تكون بعد المباراه، قبل المباراه عفوا وبعد المباراه ان شاء الله، ونتمنوا الخير وحنا ان شاء الله متحمسين بزاف. ما تنساوش ديروا لايك وديروا اشتراك لهذه القناه وديروا فولو في الباج ديال الفيسبوك ديالنا، وجيو تابعوني على الانستغرام والتيك توك حتى هو. يلا نبداو. ها هو صاحبي جا، ها هو جا عاوتاني، راه منين جاي على مولانا. مرحبا بالسي محمد، اش داكشي عاوتاني؟ اهلا وسهلا خويا محمد، ما شاء الله. شوف شوف نور الدين، لا لا شوف الباقي، واه اللوك عاوتاني. انا في كاع اربعه هادو باش غنشعلوا الاضواء في هاد اللعيبه بالليل الا بقات هكا، الا ما كشتروها لناش الجماهير عاوتاني. فين اخويا فين؟ جبتك تمريه. تمريه، شكرا سيدي الله يحفظك. هانت استعدادات ان شاء الله. ان شاء الله يلا الديره ندخل هاد الديره غادي دابا ندخلو Thank you.
احساسي بهذا الربح انني ما درتش التقرير. الحمد لله جابوها الرجال. الحمد لله. خويا عنقني ما يمكنش حبيبي ما يمكنش. واو فرحه هيستيريا حبيبي. شنو رايك شنو رايك؟ الله وكيلا سهل لي راه بزاف راه ما متيقش انا لحد الساعه ما متيقش مين كانوا رجال في الماتش خويا. واو جيت انا عامر كنا خايفين من الجمهور. ما جلستش كاع والله ما جلستش كاع مزيان.